احنا نعرف انه في اتجاهات مختلفه بين اعضاء في جناحين يعني مثلا نقول نعم. لكن ومع ذلك كلهم اتحدوا على قرار واحد بتفاهم معين لمعطيات معينه وبالتالي كان راي الشرفي واضح بالنسبه للاداره واعطت وخولت الاداره وهذا امر معروف يجب انه يعني يجب انه نقطع كل حديث يعني يدعي ان هناك ضغط شرفي ومطالبه واشتراك وكذا قبيل لا الاعضاء الشرف اعطوا الاداره بمثل ما كان في السنوات الماضيه كامل الاحقيه ان تتخذ قرارها وهذا ما عبر عن حقيقه في البيان الذي عقب الاجتماع الشرفي.